بخصوص بائعة النعناع الأخت منار، هي بنت خالتي، هي بنت خالتي، وأنا لما رحت عندها، لما رحت عندهم هي اللي عرضت عليا الموضوع. طبعا أنا رحبت بيه فعلا، ونفسي أتلم معاها يعني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ربكم بخير. زي ما انتوا عارفين كده يا جماعة، الراجل ده شاف الفيديو بتاع بعت النعناع منار، وعايز يتقدم لها ويتجوزها. هو طبعا تقريبا مطلق وقاعد في الشارع من غير شغل ومن غير حاجة، محدش عارف هو قاعد ليه. وهيتكلم بقى، شافها وعجبته وعايز ايه، وعايز يتقدم لها ويتجوزها. شوفوا يا جماعة هي وصلت نفسها لفين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنت قاعدة في بيتك ومعاك كل زوجك كويسة، إيه اللي حصل ده يا جماعة؟ راجل تعبان تقريبا واقف في الشارع وبيستنى، عايز يروح يتقدم لها. هسيبكم مع الفيديو يا جماعة، اسمعوا وتشوفوا كلامه إيه. ان السكن هو مكان الشغل نفسه، وربنا يألف القلوب يعني. الله يعينك. فهي قالت لي بالصدفه برضو احنا بنقلب، قالت لي في واحده ايه؟ قلت لها واحده ايه؟ سيبيني في حالي. قالت لي يا ابني شوفها. هي اصرت، انا ما كنتش عايز اشوف حد تاني، وكنت اتمنى ان انا زوجتي ترجع لي. طبعا حسيت يا جماعه ان انا في يوم من الايام ان انا بجري ورا سراب، بروح اغير هدومي هناك عندها، فبمسك التليفون، مش عيب ولا حرام، بمسك التليفون. فهي برضو بنت خالتي اللي عرضت عليا بائعة النعناع، وقالت لي تعالى شوف ديت. قلت لها دي ما شاء الله عليها وشها حلو، فربنا يألف القلوب ربنا يجعلها من نصيبي عشان اكمل بيت حياتي، بدل ما انا قاعد مشرط في الشارع، عيالي بيجي يشوفوني وانا نايم النومه ديت، والدنيا برد، فانا مش قادر يعني على نومه البرد. فاتمنى ان اي حد عنده عقار او فيلا او تجمع في شرم يشغلني ويجمعني ما بين الانسانه ديت، وهي دي اقصى امنياتي يعني. انا مش غاوي، لا دخلنا عليها مفترقه، مش غاوي نومه الشارع والكلام ده. بوهم نفسي وبمشي ورا سراب، فانا بتمنى ان اي حد يتواصل معايا ويجمعني ما بين بائعه النعناع منار. فانا حاسس ان هي دي اللي هقدر اكمل معاها بقيه حياتي، ويشوفوا لي شغلانه يا جماعه كحارس عقار. انا شايف يا جماعه ان هي ظروفها ملائمه لظروفي وعلى قدر كبير من الجمال، وربنا يخلي لها ابنها، وان شاء الله اربيه لها زي ما ربيت ماجده وربيت ناس تانية. يعني انا مربي ناس كتير يا جماعه، مربي بنات كتير ومربي صبيان كتير للناس، وابنها طبعا انا اللي هربيه زي ما ربيت غيره قبل كده اهوت يا جماعه. انا مربي اتنين لام مصطفى، طليقتي، ما بحبش اقول الكلمه دي يا جماعه معلش، ام ولادي. فانا حاسس ان انا يعني بعت لها كتير وكلمتها كتير، فحاسس ان انا مش هقدر اقول يا جماعه قصه حب، لان انا لسه شايفها امبارح بس. فقصه الحب دي بتبقى مده طويله، فطبعا انا اتمنى ان انا اتلم مع بنت الحلال. وبعدين انا لسه شايف امبارح عن طريق التليفون، فكانت صدفه برضو. قلت لها يا بنت انا كل ما اجي لك هتشوفها فاقرب فرصه، وربنا ييسر يعني باذن الله ان هي تقبلني زي ما انا قبلتها من اول ما شفتها. يعني انا شفتها لسه شايفها امبارح يا فندم عن طريق تليفون بنت خالتي برضو. انا سوي عليا وما قدرتش اخد لها صورة زي اللي انا عملتها اللقاء، فبإذن الله على يوم الخميس ان شاء الله هروح لهم او كمان يومين وهاخد لها صورة. بس لما تكلموها يا جماعة الاول، عشان ايه؟ انا مش عايز حد لا يجرحني ولا يجرحها زي ما جرح لقاء، مش عايز حد. طبعا انا ام ولادي عمري ما كرهتها، ولسه مكانها في قلبي، ولسه يعني انا بقول دلوقتي يا جماعه بحبها. فانا حاسس ان انا بوهم نفسي وبجري ورا سراب. فلما شفت منار شكلها برضو عجبني، وبقول يا رب يعني اجمعني ما بيني وما بينها.
فيعني انا نفسي اعيش زي بقيه الناس، نفسي اعيش زي بقيه الناس. مين؟ محدش عارف مين هيتجوز مين يا جماعه. انا عايز اخلص واتلم مع بنت الحلال واشتغل، يعني زي ما الناس بتقعدش تعايرني تقول لي ده انت قاعد ما بتعملش حاجه، انت بتنصب على الناس وتسجرني بكلامك دوت. وانا بزعل يا جماعه والله من الكلام الناس بتجرحني بيه ليل مع نهار. انا عارف انا بقول ايه، وربنا حط لي عقل في دماغي، ودي ظروف وانا يعني ماليش يد فيها. يعني المبادره اللي انا قمت بيها وهجيب لها برضه كي ورد زي لقاء، بس هو طبعا ما حصلش نصيب، وكل شيء مقدر ومكتوب، فان شاء الله اروح اتواصل معاها باذن الله باذن الله. بداية انا اقول للناس اللي هي متعاطفه معايا، طبعا ربنا يقدركم على فعل الخير، والناس اللي ما تعاطفتش معايا برضو يعني الكلام بيجرح يا جماعه، الكلام بيجرح. انتوا عشان قاعدين في بلوكم مستريحين فاتحين التليفونات وعمالين تسبوا في خلق الله، هو ده اللي احنا بننتظرينه منكم. يعني بدل ما تساعدونا وتقفوا معانا بتجرحوا الناس بكلامكم. جرحتوا القاء قبل كده، وجرحتوني قبل كده مره واثنين وثلاثه وعشره، فاللي يقدرك عليه ربنا تعملوه وتساعدوني عشان يقعد لكم في ميزان حسناتكم باذن الله. ولا تانية ولا تالتة ولا رابعة، أنا هي دي آخر واحدة أنا هتكلم عليها يا جماعة. إذا ما حصلش نصيب أنا مش هتكلم على أي حد تاني، ومش هشوف أي حد تاني في تليفون ولاد خالتي والكلام دوت. فأنا بتمنى إن ربنا يسهل الأمور مع الإنسانة ديت وتشوفوا لي شغل يا جماعة، زي ما أنا قلت في اللي أنا مصمم على رأي أستاذ محمد، لأن الإيجارات غالية، فطبعا أنا هوفر لها هي الفلوس بتاعة الأجرة، عشان انا ما احبش حد يخبط على ام عيالي ويقول لها هات الاجره والكلام ده، وابقى منه سكن ومنه شغل، منه سكن ومنه شغل.